أهلا وسهلا بكم الناس الكل، إيش نحويلكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير يا ربي. اليوم إن شاء الله رجعت لكم بروسة جديدة. قررت الحقيقة باش معناتها نبارتاجي معاكم طريقة تحضير البيشاميل أو المعروفة عند تلاين بلا بيشاميل. برشا منكم يعرفوا أنها صوص، هذية صوص يستعملوها برشا للبلا البرانسيبو، سيرتو في المقارن، إي نو سولمون في المقارن، مي سيرتو في اللازانيا. دونك اليوم كما قلت لكم قررت باش نوريكم ايتاب بار ايتاب كيفاش نحضروها مع بعضنا. معناتها ما فيها حتى شيء، دي زانغريديون كيما قاعدين تراو ساهلين ياسر، ان شاء الله يكونوا متوفرين عند الناس الكل. دونك باش ما نطولش عليكم نمروا توكور لي زانغريديون. دونك كيما قاعدين تراو عندنا 500 مليليتر دو لي، عندنا حليب نورمال، عندي لهنا زوز مغارف فارينه، عندي شويه ملح مغرفه صغيره وهذا يبقى بيان سور حسب الذوق، عندي نود موسكاد او كيفاش يسميوها زاده جوز الطيب، ولهنا عندي 30 غرام ما يقرب تقريبا مغرفتين زبده، زبده نورمال معناتها مخرجتها من الفريجيدير. دونك هذوما هما لي زانغريديون. تو باش نوريكم كيفاش نحضروا مع بعضنا لا بيشاميل. في طنجرتنا لهنا، انا الحقيقه الطنجره هذيا خليتها فوق الغاز تحمى بالكدا بالكدا. علاش تقولوا نتوما؟ اتنوريكم علاش. دو فاسون نحطوا قبل كل شيء الزبده نتاعنا، بسم الله الزبده نتاعنا هاي بدات تذوب كما قاعدين تراو، اي او ميم طون نحطوا الفرينه. حطينا الفرينه وتوا ما بقى كان نحرك شويه شويه ونخلي كل شيء يتمسك مع بعضه. نحيو اكل الكعابر هذوكم اللي باش تخرجهم توا الفرينه، يعني نحاولوا ان فوالا نحركوا لو ماكسيموم حتى لين تولي صوص متماسكه هوموجين من غير كعابر من غير حتى شيء. نحرك نبقى نحرك هكاكا ونرجع لكم من بعد نوريكم لي تاب سويفونت. كما وريت لكم بكري قعدت نتحرك نحرك 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 لين ولات صوص هاي هوموجين من غير حتى كعبوره من غير حتى شيء. دونك في المومون هذيا شنو اللي نعملو؟ انا نحط الملح، نبقى نحرك هكاكا فوالا. وفي المومون هذيا شنو نعمل؟ نحط الحليب نتاعي. الحليب على فكره يا جماعه راهو دافي، حليب دافي. نبدا نحط هكاكا الحليب نتاعي، حطيت 500 مليلتر من الحليب نتاعي الكل. نبقى نحرك مليح 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 هكا دو فاسون هذيا، نتاكد اللي ما عادش فما حتى 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 كعبوره. وبعد شنو نعمل؟ ننقل الكسرونه نتاعي هذيا على النار، فوق النار يعني فوالا بالفاسون هذيا، نحطوها على نار متوسط ونبقاو نحركو 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 ما نقفوش يعني من التحريك حتى لين تشوفوا كي تبدا تعمل كلكو بول، وقتها نوريكم شنو تعملوا بالضبط. ما وقفناش من التحريك كيما قاعدين تراو، حرك حرك حرك. الحكايه الكل ما تتطلبش صدقوني من باربع ساعه، من باربع ساعه. لهنا جست وقفت دقيقه برك، علاش؟ حطيت نواد موسكاد فوالا، هذه كيما قلت لكم بكري تبقى حسب الرغبه. ونقعدوا نحركوا الدوب ما الصوص نحسوها ولات تعمل في كل بول اللي قلت لكم عليهم بكري. نحنا شنو نعملوا؟ نطفيوا على الغاز وننقلوا الصوص بالشاميل نتاعنا في مكان اخر، وتكون الصوص بالشاميل نتاعنا طابت. هكا ولا هكا انا باش نوريكم ايتاب بار ايتاب باش هكاكا تفهموا كل شيء كل شيء كل شيء. توا ما بقى كان نقعد نحرك هكاكا ونوريكم من بعد شنو هي ليتاب سويفونت. ولا يا جماعه عندي توا بالضبط 3 مينوت وانا قاعده نحرك هكاكا من غير ما وقفت حتى مره. دونك كيما قاعدين تشوفوا لهنا لي بول نتاعي بداو يظهروا. نزيد نقرب لكم باش تراو هاوما لهنا هاوما. دونك في المومون هذايا شنو اللي نعمل انا؟ نطفي على الغاز هكاكا وننقل البيشاميل نتاعي في بقعه اخرى. بعد ما نقلناها في بقعه اخرى نبقى نحرك هكاكا خارج الغاز بوندون دقيقه هكاكا، وتكون ان شاء الله البيشاميل نتاعنا حضرت ونوريكم
بار لاسويت كيفاش نقدموها. هاي البشاميل نتاعي طابت، شوفوا ما شاء الله القويمه نتاعها معناتها الكونسيستونس نتاعها كيفاش لازم يكون، وراني ذقتها جات بنينه على الاخر ما شاء الله. جوست حاجه بركه بوتيت خزدت لها اكثر شويه من كميه الملح بارابور للنورمال، دونك جاتني بصراحه مالحه شويه، مي سي با غاف. علاش؟ على خاطر اذا كان باش تطيبوا بها بار اكزومبل لازانيا ولا حاجات اخرى، جوست حاولوا نقصوا قدر المستطاع يعني من كميه الملح نتاعكم غاديكا، باش هايك الروسيت نتاعكم باش تطلع متوازنه والملوحيه ما تحسوهاش برشا برشا برشا. دونك هذه هي كانت الريسيت نتاع لا بيشاميل، نتمنى عجبتكم ونتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. وكما العاده اذا اول مره تجيو لقناتي ومازلتوا ماكمش ابوني وعجبوكم لي فيديو نتاعي اللي فاتوا ومعاهم بطبيعه الحال فيديو اليوم، ما تنساوش تعملوا ابوني، ما تنساوش تعملوا لايك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات نتاعي مع اصحابكم وحبيبكم واللي تحبوا عليه. ملتقانا ان شاء الله في ريسيت جديده. صحوا بالشفا ليكم. 1 2 3 اوبلا.